هل عادي انك انت تراعي 10 تاكسيات في رون بوان متعدين ورا بعضهم حتى واحد ما حط بلاكه؟ يتوقف يقول لك انا راه عندي ابليكاسيون يلزمك تشارجيها دون ذكر الاسماء، يلزمك تشارجيها بالوقت تشارجيها وتكون انت كورسه تكلف لك 4 5000 تكلفك في 20 دينار، هذا مش معقول. كانت منظمة أنياقظ قد قدمت بإعلام جريمة للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية بتونس على إثر عديد التبليغات والتشكيات اللي وردتنا من عند مواطنين في علاقة بالشركات والتطبيقات هذه. شكاوى عديدة من المواطنين ومن عدد من مستعملي التاكسي الفردي من تعريفات يرونها مشتتة في حقهم واستغلال فاحش على ما يقولون من قبل بعض الشركات التي تستعمل تطبيقات التوصيل والتي أضحى يستعملها أغلب سواق التاكسي الفردي. غضب من الشارع انتقل إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعية لما اعتبروه حيفا في حق مستعمل التاكسي الفردي. منال واحدة من الحريفات التي حولت هذا الغضب إلى تحرك ميداني ودعت للتظاهر أمام وزارة النقل لضبط بعض التصرفات التي اعتبرتها خارجة عن القانون. طيب أنت باش تعدي أبليكاسيون باش تمشي لبلاصة إكس اللي هي الكورسة عادية تتكلف 8000، تلقاها أنت 24 دينار 25 دينار، نحكيو على فوا دو وفوا تخوا، نلقاو المواطن يواجه في تاكسي ما فماش ينجم باش يخلط ماخر الخدمه، لازمو يخمم على الكورسه نتاع غدوه كيفاش باش يخلصها، ولازمو يخمم باش يمشي لوزاره النقل ما نعرفش على ساقيه ولا ياخذ تاكسي ثالثه باش يمشي لوزاره النقل باش يشكي لهم وباش يقعد يتبع معناتها المواطن المسكين داخل في سيركل فيسيو. ونقول لها يا وزاره شوف لنا حل في مشكله التاكسيات، راو بالحق سادوفيان انفيرنال. وحتى عدد من سائق التاكسي الفردي الذي كان بالامس منخرطا ضمن هذه التطبيقه انسحب منها نظرا للشطط في التعريفه وفضل العمل بالعداد رفقا بالمواطن. انا كنت نخدم على شركه من الشركات هذوما وخرجت خاطر نلقى المواطن المسكين يخلص بزيد برشا، اذا كورس بتاع 3000 يخلص عليها 8000 ياسر على المواطن والمواطن يدفع. ما عندكش ابليكاسيون تخدم عادي، ما عندكش حق تنحي البلاك وتقعد تدور وتقول مثلا نخدم على كذا كذا مع الابليكاسيون. وفيما عبر كل من رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي عبر عن غياب الرقابة من قبل سلطة الإشراف على مثل هذه السلوكات والتعريفات المشطة، دعت آية رياحي المستشارة القانونية لمنظمة أنايقظ، دعت وزيرة التجارة بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحماية المستهلك إلى التدخل لحماية المستهلك التونسي من الشطط في الأسعار والإخلال بقانون المنافسة. كنا نحن في بياننا اللي أصدرناه دعونا سيدة وزيرة التجارة وسيد وزير النقل للتدخل لضمان مناخ منافسة شفاف وفيه تكافؤ فرص. هذه ممارسة فيها تحديد أسعار، فيها تقسيم جغرافي للسوق، وفيها تحديد الأسعار دون اعتماد قاعدة العرض والطلب وتحكم في الأسعار، وهذه ممارسات مخلة بالمنافسة وممنوعة بمقتضى القانون. لازم على سلطة الإشراف وزارة النقل تحديدا تاخذ إجراءات حازمة للتجاوزات هذه، خاطر ماهيش معقول اللي يلزم آلية باش توري المستهلك اللي ما يتعرضش لعمليات تحايل، ما يتعرضش لعمليات غبن، ما تفرضش عليه انت اسعار مشتة باش ينقلك مسافه قصيره ويقول لك راهي تطبيقه والتطبيق تحتم عليه هكا وهكا. احنا قدمنا المقترحات ولكن للاسف الى حد اليوم السلطه مازالت ما تجاوبتش معنا. السلطه هي تثبت التطبيقات هذه وتشوفهم شكون هم التطبيقات هذه، لانه يمتلكوهم اجانب وربما تكون عندهم حتى وراهم تاع تبييض اموال، واحنا قلناها الكلام هذايا ولكن للأسف السلطة ما جاوبتش. تحولنا إلى شركة من أكبر الشركات التي تتعامل بمثل هذه التطبيقات، لكن وجهنا بالصد من الباب ولم تفلح لا اتصالاتنا الهاتفية ولا تحولنا على عين المكان للظفر بإجابة من القائمين على هذه الشركات لجواب عن اتهامات عدة حول الصيغة القانونية لمثل هذه الشركات، ناهيك عن التعريفة وكيفية احتسابها. خلينا لي دوني نتاعك نيميرو تليفون تفضل. خليته انا البارح. لا زيد عاود خليه تو هي كونتاكتيكم. انا البارح اتصل وعطيت مملوكه وعطيت رقمي وعطيت خدمتي وعطيت شنو هو الايميل بعث لي الايميل ولا من الموجود. اما مالي كريسا ناخذها بالخاطر نتاعك هذه باش ناخذ. بارك الله ونعرفوا واش باش يكلموني.
وفي حين أكد مصدر مسؤول من وزارة تكنولوجيات الاتصال أكد أن لا علاقة للوزارة بمثل هذه التطبيقات، وأن الوزارة لا تفرض رقابة أو تسند رخصة لمزاولة النشاط لمثل هذه التطبيقات. غاب الرد عن وزارة النقل رغم مراسلاتنا واتصالاتنا ومحاولاتنا الظفر بإجابة من هنا أو هناك، ورغم تحولنا إلى مقر إدارة النقل البري، ويبقى السؤال مفتوحا حول دور الوزارة في الرقابة على مثل هذه المعاملات.